خلينا نضع السيناريوهات. إذا ما تم الملء، إثيوبيا في بيانها الذي صدر منذ قليل أكدت على موعد الملء الثاني للسد مع موسم الفيضان، يعني بنتكلم موسم الفيضان ده بيستمر شهرين ثلاثة من يوليو القادم. إذا ما تم ملء 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ما هي التأثيرات على مصر؟ ما هي التأثيرات على السودان؟ لو تم الملء فعليا، التأثيرات على السودان ستكون مضرة جدا، وبتعبير المسؤولين السودانيين سوف تهدد الأمن القومي السوداني وتهدد حياة 20 مليون سوداني، أي نصف عدد سكان السودان. بالنسبة لمصر لن يحدث تأثير مباشر، لكن هذا سوف يعني أن أثيوبيا قد فرضت الأمر الواقع، وأن النهر أصبح تحت سيطرتها بشكل كامل، لأنه السد هيبقى محظور الاقتراب منه بسبب كمية المياه الضخمة المحتجزة التي قد تؤدي إلى إغراق السودان بكامله. وبالتالي كما يقولون في داخل الأثيوبي وفي وسائل التواصل، أن الملء الثاني سوف يحمي السد وسوف يحمينا، أي سوف يحمي أثيوبيا، بسبب أن هناك تغيرا استراتيجيا في موازين القوة سوف يحدث بناء على الملء الثاني. لكن في نقطة مهمة، أن القطاع الأوسط من السد الذي يجب رفعه إلى 35 متر إلى أعلى لكي يتم حجز كمية الملء الثاني، حتى الآن لم يتم البدء فيه. هناك تأخير كبير في هذا الأمر، وهو لأسباب غير معلومة حتى الآن، وكان من المفترض أن تتم هذه التعلية بدءا من مارس الماضي.